بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله نكي الشفاعة القابلة، طبعا مدنا كان لك بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشفاعة ورنا قن الشفاعة نشفاعة قريب تكرر قريب تامي تردي سنعد قن ورالا زما كون لا وراني هاك النشافة عسي قال نوغن لاخوانا لاغاش نرتعريف سي نرسيسنا ورانا قنري معنا نروح ورانا قن دمبرن كودو ورا اقسام شختين ورا تعريفات شختين ورا ممنوعات شختين ورا جوائز شختين وراني انا دليل نا سنعدين لاغا دوينا ديبو ورا دمبرن ناشيانين قريو خصصو قننا اندينينا خنا وناشيانين واوغن وريخون عبادات نيت الجامعة رجعين هنا معنا. طبعاً ما نام به ما تبرخ صخ فنتير لكان لي فنتيرة ورب بقى خام قارد برخ سرري أخذنا حلقة نذبح كل قابنا دي برجنا دي من دق يستوك تقريباً وانقرخون منا نا من دق ينو لازم ضروري جن ينو نعسنا ولا برخنا برخنا لانين نسرقوا ده درون برس دكتور نسرعتني حرام جن جائز أخلاني برا خرج رباخ برا برا خن الله ورج رباخ برا أون الله ورج رباخ برا قين الله، لكن سرقوا في طيرة وكسي جندت جن ورانا ورانا جن ورا قريت تدري جن يرو برا خرنا الله ما نبرس دادر دكتور نا سنة اثنين جائز أخلاني نس دوسي نول شانون قوي اثنين شان خنوجي خنا سنة اثنين قريه وصلنا كنون لين. طيب ما نشفع عدلته ونقول شفاعات ورانا جن شفاعات تعريفها لغة مصدر من شفع يشفع شفاعة إذا جعل الشيء اثنين والشفع ضد وأدد الوتر. اصطلاحا التوسط لغير التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. نحن لغة هاي نكون ومصدر مصدر جن يعني أصل جابه جن من الشفع وهو الوتر. شفع شفع اللي أنا أقام معنا عندنا وتر جن يعني والشفع ضد الوتر. شفع ضد وتره ومريم ناين شفع دي نكون شفع عليهم وعن نكون لهم وتره لا وعن نكون دائما عشان كده أوتر ينو إن صلات لينا نعيش دمي صلات وتره وقن إن أشياء لينا نعداد العداد فردي عداد وتر لغتا سيخوا أمكوا إن عداد إن زوجي أحقاهن اللي ينغت تلقى يعني قسم قسم السقابة لقاه. اصطلاحا هوراني التوسط للغير قدام سوا استط اكنا قدام سي كابنا قدام شفع عزنا فلان انت شفع استي نفلان انت فريه نفلان انت وسط سقلي لين ما نقول تونو فردو ما نقول اخنا نلين انا فرلي ما نقول اخرى فردو نلين ورا ركيس تولو ورا خير الجامع تولو ورا جربي تقلو ورا كابي تولو ورا تفاني تقلو ما التوسط للغير بجلب منفعه ودفع مضره وري نصنع اثنين منفعته عكوك خيره ما خير لستي لاقش كباخ وري لاقش نعصاخ وري ندير ندير جركاسخ وري نديس نديس واخ وري ندير ندير سكسخ وري اللي وري خان لو أصاصه قدام وري نواتك وري جري وحاجاتهم بق إنسان أم من جرى عكوك أم نقدام وري نقول حرك صحنين معناه إنسان شفاعات صح إنسان كان وريه منفعت نعصكمكو ما درد جربه خال ليه ما خيتم بول نعم نقول فورا نعم نقول تو نانسان يوسع سو نعم نقول نين كده ما درسي عيوك ما واخذوا مشاكل ده موسينات عيوك نين شفاعات معناها نستنقل توسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة. أقسام شفاعته وريكم أقسام شفاعته شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. شفاعات ليه قسم شاف شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة المنفية شنو نقول؟ الشفاعة المنفية التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله.
ان شفاعات المنفيه لا اله الا سنك ين معنا نافع ينخن لا لا نافع ينخن الا الله اثبات ينخن نيني قد منفيه قن نفي معناها ان قشتر ان انطرسل ان كل سقرر جربك سقرر يعني انسانات جرب سقاخ انسانات لازم احقاخ انسانات ممنوع قنين منفيه نوريخو نيد ممنوعات لانها تطلب من غيري الله فيما لا يقدر عليه الا الله طلب صنعت جربرن اري يقول جار قرسخ شرعت جار جار كغرسخ يعني جار قطري وغرسخ ولوانيغه طلبنا ان صنعتين غيري وتراحون مشكله جمهوريه ولا هنا مثلا سوى جربك ولا صفر شيخ فلان سوى عصيرنا يقول مثلا اثنين قرسله ديبو نشف فن وصقنا لا شيخ فلان لخوند نوي ما نسوى قمدنا ايران نين شفاعات طلب من غير الله تطلب يعني تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله يعني نين طلب جربنا سنعد قدام تلد حاجه لا نقرسك اخذيبو جار انقط اريخ قرسك اخذ لشنعد جار انقه اريخ قدرك اخذيبو سنعد جار انقه اريخ سقاه لقرات سنعد عكبو ما سنعد نين وبالتالي نين من في جن جرب سوا اخرى دليله مقديبو قران لد الله سبحانه وتعالى ورا يكون يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون هل دركما يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم ان رزقناكم من تملك البول من قبل ان ياتي يوم رحيل انتقي كرانتقي لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة قال الذي انت قدام وصاق صاق شافع استاق قلاني نفسي قال لحوك نيدني ريح دقل والكافرون هم الظالمون نيد ان شفاعات المنفية ان ممنوع وقال الشفاعة المثبتة قلنا قلنا الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله ان شفاعات ان سابت انتقراري جالد جرب سردقن نينيا يعني نافعتقن سبت ردقن مشروعقن ممنوع أخلاني شروط شخص ليه شرط ليه شرط ناورنقن أذن الله للشافع أن يشفع نا الله جار إنسان شافع استهد الله سبحانه وتعالى أذنه قبله كده نيسانك رضاه عن الشافع والمشفوع له الله سبحانه وتعالى أن إنسان شافع استهر ومشفوع له جار رضا يقضي بهم وليخنين خير لي فرو خير لي كابو قن طيب دليلها قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه جار إن قتله شفع والله وقوله سبحانه وتعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن شاء ويرضى طيب حكم طلب الشفاعة من الحي القادر حكم لا شفاعة طلبا كابنا طلبا كابن جربن إنسان حي حيلت كم يخلد إن طلبت منه إن طلبت منه أمرا مشروعا أو مباحا يقدر عليه نين جائز جن صنعت مشروع مباح إنسان قرسك حديبه نين شفاعة طلبنا مشكلة أخلان فري اتنا لان تلد نقول جربيه إذا كله إنسان نين حي جن قادر جن الإنشاء مولاشة ومعرفة شخ فروها شفع استقوكا من قلتو نا حالة اثنين مشكلة أخلاني نين شفاعة ما يعني ما اني مثبتة قن شفاعة خيره قن دليل قن من قرى وساطة طيب قن مشكلة أخلاني لا نين تمام قن فجائز وهو من باب المساعدة والتعاون على الخير نين مساعدة التعاون خير لقن ما جائز قن كذلك أن تطلب منه أمرا لا يقدر عليه إلا الله هذا شرك لكن سنعت جار انقت قرسك اخذ يبو وانيقي كالك اخذ الله قدر اخذ يبو انقو اما انا انسوى يسنك ان رزق يسنك ان ولاد يسنك نين جربنا انتشوى الساسية الشافعية جار لي ورسنعت فلان جربية فلان يرو قدام ترد جربنا نين ممنوع قن كالهر جائز الاخلا ما نيت الدونا منكن هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.